السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الإبداع للشروحات المحاسبية، دائما معكم أحمد علي. وطبعا وصلنا للفيديو رقم 9 في الشرح، طبعا مش في الشرح، هو في الفيديوهات بس اللي بتنزل، بيكون الرابط أسفل الفيديو. وإن شاء الله هنكون النهاردة رقم 10، الملف رقم 10، الناس تبدأ تحمل وتشوف وتنظم وقتها كده وتظبط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا أي استفسار أسفل الفيديو.